لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر الكريم يا أحلى عيون، وقولكم يا أحبائي الصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك، قل الحق ولو على نفسك وبريحة المسك والعود، رمضان علينا وعليكم يعود، شهر الخير والكرم والجود، قوموا شوفوا القمر رمضان، هل يا بشرى بنصوم أحلى شهر، نسأل الله اليسر، والله ينور قلبكم بالقرآن ويجمعني بكم في ظل الرحمن، يبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان، وأن يجمعنا أنا وأنتم ومن أحبنا فيه في دار الجنان، لأنه بقلم شاعر وفرشات فنان أسبق الإنس والطير والجان، وأطير عالي بسما الأكوان، أمر على براري وجبال وديان، وأبارك لكم قرب شهر رمضان، ويا حبائي أسأل الواحد المعبود مليك الدهر وأيامه يبلغ صاحب الغالي صيام الشهر وقيامه، وأغر في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك، وبقرب دخول رمضان هنيتك قبل الشربة والسمبوسة، لك ألف بوسة وكل رمضان وإنت بخير قبل الحوسة، الله يزيده الوجوه المنورة نور ويعطيها من حلى الحور، ويبلغها رمضان وهو مسرور قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط، ونقول توت 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 كل رمضان وإنت مبسوط، بدعي في رمضان الله يحرمك أربع أشياء، ضيقك دمعتك همك واللي ما يعرف قيمتك، واللهم أقر عينك في رمضان بلذة السحور وصحبة الأخيار ورحمة الغبار وجنة الأبرار، بلغكم الله العشر ورفع عنا وعنكم الشر وأكرمكم بليلة القدر وأسعدكم طول دهر، عسى رمضان مبارك وكل لحظاتكم تتبارك، وجنة الخلد داري وداركم والنبي جاري وجاركم كل عام. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.